هنرجع تاني للكره الطائره، ولكن مع الناشئين او الشباب تحت 17 سنه، خلينا نقول الشباب تحت 17 سنه بيلعبوا هذه الاثناء دلوقتي نهائي بطوله القاهره ايضا، بس مش مع نادي الشمس زي 19 سنه، ولكن مع نادي وادي دجله. المباراه بتتلعب على صاله نادي المقاولين، وفريقنا كله تركيز طبعا عشان يفوز باللقب زي فريق 19 سنه اللي شفنا التقييم بتاعه قبل الفاصل. طبعا يعني الجهاز الفني كان عمل محاضره مع اللعيبه قبل الماتش واتكلم معاهم، وفريق وادي دجله فريق قوي جدا، فريق محترم جدا جدا. كابتن هاني مصالح رئيس الجهاز هناك عامل شغل كويس جدا في وادي دجله في الاعمار الصغيره 17 و19 و15 وانت نازل، الحقيقه عامل شغل كويس جدا. وزي ما قلت لحضراتكم يعني نتمنى فوزهم النهارده عشان نبقى خدنا 19 و17 بطوله القاهره، ويبقى ان شاء الله النظر بعد كده على فريق 15، لانه الفرق الناشئين بتبقى مؤشر انت ماشي ازاي في السنوات القادمه. 19 سنه طبعا فريق قوي جدا، يعني اتصور ان شاء الله ان حتى بطوله الجمهوريه مش هيبقى عندنا ازمه فيها. ان شاء الله عايزين نطمن على فريق 17 سنه، ولو عرفنا النتيجه برضو هنقول لحضراتكم اثناء الحلقه.